نترحم اولا على شهداء ديالنا اللي مشاو في هذه الفجعه الكبيره اللي عرفها المغرب واللي جا من عند الله سبحانه وتعالى، كله احنا قابلين عليه. هذا الشيء ماشي غريب على نادي الفنانين المغاربه، على الفنان بصفه عامه. فالفنان دائما موجود كيف قلتي في السراء وفي الضراء، دائما تلقوه موجود، دائما يناضل من اجل رفع رايه البلاد، لانه هذه البلاد هي اللي كونت الفنان، والفنان يعني اقل شيء ممكن يدير في حقها وهو مثل التظاهرات. فكيف لاحظتوا اليوم يعني هذا الكم الكبير من الفنانين المغاربه اللي جاوا كيأزروا خوتهم، كيجاوا يأزروا كذلك تنفسهم، كيأزروا عائلتهم بهذا لي دون هادو. فاش غادي نقول لك عدد كبير وكبير كبير بزاف، يعني كيف تعرف الجميع بانه نادي الفنانين يضم ما يفوق 4800 منخرط، فاقتصرنا بانه يكون هذا الكم القليل اللي هو تقريبا بين 80 او 100 فنان اللي غادي نمشيو في هذه القافله التضامنيه حتى لعين المكان. فالوجهه ديالنا اللي غادي تكون في دمنات بالضبط، واحد الدوار اللي يعني مشى عن اخره، كله مشى، غادي نمشيو المسانده وكذلك ندخلوا الفرحه على هاد الناس هادو، واخا الوقت غير مناسب يعني باش ندخلوا ديك الابتسامه، وانما دوك الاطفال الابرياء اللي يعني شافوا هاد الجو، ويعني هاد الهيتشكوكي، الفيلم الهيتشكوكي الا بغيتي تقول، لانه كتعرف بانه بالنسبه للطفل يعني كيبقى له مثل هاد الاشياء كتبقى له غرافي مدى الحياه. بعد هاد الفجعه ديال زلزال الحوز والاطلس، اكيد اننا احنا كفنانين تحنا خصنا نقوموا بهذه المبادره هذه، وخصوصا مع نادي الفنانين تجمعنا باش نعبروا حتى احنا على الانسان اللي فينا، لان الا ما كانش هذا الانسان ما غتكونش روح التضامن وما غيكونش هذا الشيء اللي شفناه في المغرب كامل. شكرا بزاف بزاف لكل واحد، كل مغربي حر عرف خوه في هذه الشده هذه. هنا كنبينوا على اننا احنا ملي كنا كنقولوا جدودنا جدودنا الناس ديال الجود والكرم، فهنا بانت الاصل ديالنا، بان تاريخنا، بان ثقافتنا، بان تربيتنا. فهاد المجهودات هذه كامله اللي كيقوم بها اي فرد فهي مجهودات جميله بزاف بزاف بزاف. كنشكر الفنانه والناس المجتمع المدني اللي لباو الدعوه ديال الوطن اولا، واللي لباو الدعوه ديال نادي الفنانين المغاربه. اليوم بغينا نبين واحد الصوره ديال التلاحم، ديال لا سوليداريتي ديال الفنانه كاملين مع المجتمع المدني في هذا المصاب الجلال اللي جا لبلادنا، وحنا ذات واحده، لان الفنان حتى هو راه انسان، وكذلك الناس جاوا اليوم باش نمشيو غدا ان شاء الله لمنطقه ازيلال، والله يثبت الاجر للجميع. حنا مغاربه، دابا ما كاينش الموضوع فيه شكون اللي وشنو، حنا كلنا دابور الانسانيه هي اول حاجه، وكنجمعوا كلنا تحت رايه ديال المغرب والله الوطن الملك. وفريمون انا بعداك مشوك ليا ذاتي ملي كنشوف هاد المسائل، وكنحمد الله ونشكره ان ربي جعلني مغربيه فيغ دو ليتر. تنطلب الله سبحانه وتعالى انه يرزق الصبر للعائلات ديال الضحايا، ونطلب الله سبحانه وتعالى ان الناس اللي بقاو يعني الله يلطف بهم، والله يكون في عوانهم، والله يكون معهم، لان كاين بزاف ديال الاضرار مادية جسمانية معنوية. فنطلب الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء يدوز يعني، وتكون شي حاجة أحسن إن شاء الله، أحسن فيما يخص يعني الجانب، خصوصا الجانب النفسي، لأن ما نساوش أن هاد الناس عاشوا واحد اللحظات اللي هي صعيبة وباقيين تعيشوا. فنتمناو أن الجانب النفسي يعني يكون واحد كذلك التفاتة في هذا الجانب هذا، باش يقدروا يتجاوزوا هذه المحن، سيغتو بالنسبة للأطفال وبالنسبة للناس اللي فقدوا العائلات ديالهم. فبالنسبه للمبادرات فهذا الشيء يعني ماشي جديد الحمد لله على المغاربه، وانا كمغربي افتخر انني مغربي، لان ربما اعطينا دروس فيما يخص التآلف، فيما يخص التعاون، فيما يخص الحب ديالنا، فيما يخص الغيره ديالنا لبعضياتنا. تنظن ان هذا الشيء هذا غيبدا يتقرى الان من بعد الاجيال الصاعده، ربما جامعات كبرى تبهضات بهذا الشيء اللي درنا، لان مرنا ما شفنا هذا الشيء في شي دوله اخرى من غير المغرب. اول حاجه عزاؤنا واحد، والله يصبرنا ويصبرهم اكيد، لانهم اخواننا دونك كنحسوا بهم. كنشكر نادي الفنانين على هذه المبادره الجد رائعه، على راسهم السي الغاوي والسي المهدي بالخياط، الله يتقبل منا اجمعين. وانا عاود نقولها الله يصبرنا ويصبرهم يا ربي. وضروري ما نديروا بحال هذه المبادره هذه، وماشي غير انا، بزاف ديال الناس اللي داروها، وحنا مع نادي الفنانين سنين، وهذا وحنا كنتعاونوا على اللمه ديال الفنانه والفنانين. ما يمكنش تجي تكون شي مناسبه بحال هكا ونخويو بعضياتنا،
الوغ هذا اللم هذا كان في صالح المغاربه وفي صالح الناس المساكنين في مناطق منكوبه، وحاولنا نعاونوهم بواحد الجهد اللي هو بسيط، والحمد لله الخيرات ديال الله ديال رب العالمين كلها جات، وان شاء الله نقدروا نتمكنوا نوصلوا لهم هذه المساعدات. كنت كنقسمني راسهم شاب قاعد يغاوي واخد مباقى زوينه بزاف، وكنقرا معايا قهرك هك جيزاي، وكنقول يا خمكم قهرك هكو وعزم عليك. عندي واحد الرسالة اللي بغيت نمررها عبر المنبر ديال إسبريس، وهو أنه ياريت أن ما نوقفوش هنا، ياريت أن كل واحد فينا من اليوم يبقى يفكر في خوه اللي ما عندوش، ياريت لو نضمنوا دائما ماشي غير في هذه الفاجعة هذه. الشعار ديالنا الخالد وهو الله الوطن الملك، الله يحفظ بلادنا لأنه بلادنا محسودة وهذا شيء معروف، والله يكتر حسادنا رجال سيدنا الله ينصره، الله يكترهم والله يبعدهم علينا كذلك. فالحمد لله مدام المغرب يعني فيه رجال وفيه نساء يعني متشابكين يد في يد، فالحمد لله والله ما غيصيبنا حتى شي مكروه بالله العظيم، بالعكس هاد الطيحة هذه غادي تقوينا وثقوا بيا وشجلوها عليا، غادي تشوفوا داك المناطق كي غيوليو ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.